تلاميذ بلديات ضائرتي ولضعطي والزيتونة غربي يسكيكدا في عطلة إجبارية عن الدراسة منذ أسبوع كامل بسبب تواصل التساقط المكثف للثلوج، الأمر الذي صعب من مهمة تنقل التلاميذ وأساتذتهم نحو المدارس. المنطقة محاصرة بالثلوج، الخلية خلية اليقظة راهي واقفة الحمد لله. احنا 5 دو ماتان الطرق محلولة، الاشيشوان حتى الوحدة تاع الليل والخلية تخدم، يعني ما كانش واحد يبات برا ولا واش كان. كاين دي زونسينيون اور سيركونسكريبسيون، كاين الاولاد كما تشوفوا الديار هاك تشوف الظروف تاع المناخ كيف ما، ولاد صغار ما يقدروش يديبلاسيو، لي زونسينيون اور سيركونسكريبسيون ما يقدرش يلتحقوا لهنا. نحو 25 مؤسسة تربوية ما بين الأطوار الثلاث لم يستطع التلاميذ فيها اللحاق بحجرات الدراسة. في واد زهور يقراو، في خناق مايون اليوم ما قراوش بيسك اليوم زادت الموجة تاع البرد وصلت حتى البلدية خناق مايون. ولاد عطية كل المؤسسات التربوية، 11 مدرسة ابتدائية، 3 متوسطات وثانوية كامل ما يخدموش. أزمة الثلوج الحادة التي تضرب منطقة المصيف القلي غربي سكيكدا حالت دون وصول المواد الغذائية الأساسية لسكان القرى والمشات النائية. ما سمعنا والو، لا داخل لا خارج، اللي يموت يموت. كنت صراحة على استعجالية مات الإنسان. أنا من نهار بدات الجطيح ما كانش ما قراوش، تسمى بلايص تعرف قرى وما داش. ظروف صعبة وقاسية يعيشها سكان عدد من بلديات المصيف القلي منذ بداية موجة التساقط، غير أن التدخل المكثف للأسلاك الأمنية والمصالح المختصة بات يخفف من حدة وقساوة الطبيعة.